السلام عليكم ورحمة الله تعالى. من بعد ما درنا الفيديو اللي شرحنا فيهم التسجيل بالنسبة للإجازة في التربية، ولا كذلك بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية العلوم التقنية اللي في ستي ولي ستي، وشرحنا كيفاش أنه كيتم كيفاش أنك تمشي تختار، تعرف تختار الاختيارات الشعب، ما تبقى تختار غير عشوائيا وتختار داكشي اللي انت باغي تقراه واللي تقدر أنك تقبل فيه، وكيفاش انك تحسب النقطة ديال الانتقاء. بزاف ديال الدراري والبنات ما فاهمين شنو هي ديك النقطة ديال الانتقاء. نعطيكم مثال، بالمناسبة راه التسجيل راه بادي، واخر اجل هو 30 شهر 8. بالنسبة اللي كيبغي يدخل باش يتسجل في اليو اس تي، راه مازال ما مطلوقاش في السيت. اجازة في التربية مطلوقة، راه ديجا شرحناها، هاي القناة ديالنا راه شرحنا هذا الفيديو. ما بغيتش ندير جوج فيديوهات منفصلين، درت فيديو واحد فيه الاجازة في التربية، فيه اليو اس تي واليو اس تي. اللي بغى يتسجل في الاجازه في التربيه راه كاين، واللي بغى يتسجل في لي فيستي كليه العلوم والتقنيه راه هو مطلوق، ولكن لو اس تي مازال. هو ملي كندخل هنا، ملي كتدخل البروفيل ديالك كتجي دير هاد بحال هكا، مثلا هي ايكول سوبر دو تكنولوجي، كتكليك عليها ما كتعطيكش. راه ماشي انت اللي عندك مشكل او لا شي حاجه، غير هما مازال ما طلقوهاش. تفهمنا هاد القضيه هادي؟ نبداو بالاشكال. ندخلوا مثلا نقولوا هاد الاجازه في التربيه، دابا شحال واحد كيخرج لي واحد النقطة وكتبدا يسول في لي كومونتير ولا كيجي يسولني في الخاص، واش هاد النقطة هادي غادي تقبلني، واش كدا. وهادي هاديك النقطة راه ماشي اللي كتخرج ليك، راه ماشي تحسب عليها 20. نعطيو مثال، نمشيو للجدول. مثلا واحد بغا يدفع الإجازة في التربية، نقولو دابا راه بعد مرة نقولو واحد جايب 16، نجيبو الآلة الحاسبة بحال هكا. طبيعة الحال بعد ما كتحسب داك المعدل ديال 75% في الوطني و 25% ديال الجهوي، نقولو واحد حسبهم لقى 16، لقى فيهم 16. نقولو عنده معامل الترجيح واحد فاصل اربعة مثلا، بغى يدفع هو اللغة العربية وعنده واحد وبغى المعامل ديال الترجيح 1.4. هادشي راه شرحناه، انا كنعطي مثال، غير ضربها في 1.4، شحال كتخرج ليه؟ 22.4. مزيان. كيجي واحد اخر عنده مثلا غير 12، لقى غير 12، يضربها في معامل الترجيح كما كان على حسب الشعبة اللي بغى يدفع، 1.4 كيلقى 16. كيقول واش هادي كيصحبتو، واش هادي 16 على 20 ولا هذاك اللي خرجت ليه 22 راه 22 على 20؟ لا، راه هاد النقطة اللي كتخرج ليك راه غير واحد الرصيد، بحال نقولو واحد السولد. راه ماشي تقول عندي راه ولات عندي 16 على 20، لا ماشي بحال هكاك، غير واحد السولد. وهاداك ديك النقطة بحال واحد المجموع ديال النقاط، كل واحد تيبدا يدفع كيدفع وكيبداو مافاش كيبقاو يديروا الانتقاء، تيبداو يشوفوا واش كيجيب داك اللي عنده لا سولد كثيره بزاف، 16.7 16 كذا 16 5 حتى كيوقفوا عند العدد هما اللي بغاو. غير باش تفهموا هاد القضيه، راه هادي ماشي لا نوط تحسب عليها 20، هذاك غير واحد الرصيد كيخرج لك، وهذاك الرصيد هو اللي كتبالى به. اذا لا داعي انك تجي لي كومونتير تبقى تسول راني حسبت معدل الانتقاء، لقيت 14، لقيت 17، لقيت 12، واش غنتقبل؟ هذيك راه غير الرصيد، راه ماشي نقطه على 20. تفهمنا على هذه القضيه؟ مزيان. حاجه اخرى، ملي كتبغي تسجل كتدخل كود ماسا ديالك، كتدخل الحساب ديالك بحال هكا، راه كيخرجوك مثلا الاجازه في التربيه بزاف ديال لي زيكور، راه عندك الحق انك تسجل فيهم كاملين. هادشي راه ديجا شرحناه، كنعاود نذكر به. وكذلك ماشي من المفروض عليك انك تسجل فيهم كاملين. بحال دابا واحد بغى سيدي هو استاذ ديال الفرنسيه، ما باغيش هو كاع داكشي كامل، يمشي تسجل غير في استاذ ديال الفرنسيه صافي، راه ماشي مفروض عليك انك تسجل في الفرنسيه في الجغرافيا كذا. كذلك بالنسبه للي فيستي وليستي، راه اللي يستي تلقى فيه واحد 50 فيلير، ماشي من حقك انك تسجل فيهم كاملين، ولكن الواحد كما شرحت لكم في هذا لي فيديو كيفاش تختار هنا وهنا، الواحد يمشي يختار هذوك الشعب اللي هو بغى يقراهم. راه تقدر دابا في الاخر تقبل في واحد الشعبه اللي انت ما بغيتيهاش، انت علمي وبقيتها كتدفع في الاخر قبلوك في استاذ ديال اللغه العربيه، انا نعطيك مثال، حيت انت كتدفع ديال كل شيء وفي الاخر غتمشي تما وما غاديش تقول واه هادشي اللي اختاريته راه ما هادشي اللي بغيت غير نجحت فيه. لا، شوف الشعب اللي انت باغي تقراهم هما اللي تسجل فيهم، ما تبقاش غير تختار على الله. المهم هادشي راه شرحناه في هاد لي فيديو، كنتمنى انكم تعاودوا ترجعوا تشوفوه، راه اهم حاجه هما هاد لي فيديو هاد الجوج هادو. كنتمنى التوفيق للجميع.